مساء الخير. أعلن خبراء المياه بلبنان حالة الطوارئ بعد الانقطاع تقريباً الدائم للمي عن عدد كبير من مناطق بيروت وجبل لبنان، بالإضافة إلى 75% من أبار البقاع أصبحت جافة، وانخفض مستوى المياه بسدي القرعون وشبروح لأدنى مستوياته، وتراجع مستوى المياه بالأنهار والينابيع لأكثر من 40%، وما في حلول جذرية حتى اليوم، خصوصاً أنه هالمشكلة رح تتفاقم بشهري آب وأيلول. وبالعودة لطقس أجواء صيفية مستقرة مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة مرتفعة والرطوبة عالية، الهواء متوسط السرعة، أما البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة مياهه 28 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غيم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجة الحرارة خصوصاً بالمناطق الجبلية. لبكرة طقسنا غيم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجة الحرارة. وهلا بنبقى بجولة على درجة الحرارة يلي رح تسجل الليلة على الساحل، إذا عم بتسجل على الساحل 21 وبالبقى 15، 18 على المرتفعات و13 بالأرز. أما كيف رح تكون درجة الحرارة اللي رح تسجلها بكرة ببعض المناطق اللبنانية، ومنبدأ تحديدا من لبيت 24، طرابلس 30، وجبال 30 درجة، دكوين 30، وصيدا 31، وسور 30، بنت جبال 29، نبطية 28، بيت الدين 29، وبرمينة أيضا 29، بعلبك توصل 36 درجة، والهرمل 35 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 75 و 85%، حرارة سطح الماء 28 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة، والرياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لليلة واليومين اللي جايين بنشوفهم سوا. الليلة بتوصل لل 20، وبكرة بين 20 30 درجة، ونهار الثلاثة بتتراوح بين 21 و 31 درجة. وهلأ منبقى بجولة على درجة الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا رياض 42، ودمشق 39، الجزائر 29، وتونس 30 درجة، وأخيرا بتنتهي جولتنا بلندن 23 درجة. وهيدا كان طقسنا لليلة. أما هلا بترككم تابعوا آخر أخبارنا.